اروح نقول لكم كيفاش درت هذه الحلوه الباهيه البنينه بزاف بزاف اللي ذاقوها كامل عجبتهم وراح تعجبكم حتى انتوما. راح نعطيكم جميع الاسرار اللي فيها. اذا بالنسبه للاباط اللي استعملت عجينه صابلي ودرت لها الكاكاو. استخدموا اي عجينه انتوما معتمدينها. انا ندير 250 غرام من الزبدة وصفار بيضة وربع كاس سكر غلاسي، هذا هو ولافاني وشوية خميرة الحلوة، ونجمع بالفارينة. وكما قلت لكم درت لها الكاكاو البني. بالنسبة للحشو راح نستخدم هذه عجينة الطلي، الشوكولا الطلي التاج. زدت لها شوية زيت وخدمتها مليح، شوية برك نص مغرف صغيرة ولا مع السخانة هذه، يعني ما تحتاجوش كما راكم تشوفوا. بالنسبة للشوكولا اللي قلاصيت بها هي الوجدان، ديما نستخدم الوجدان. درت هذه، درت لها شوية كاوكاو مرحي شوية خشين كما راكم تشوفوا. هنايا راح نخليهم نحطهم فوق ورق الزبدة ونخليها تشيح شوية، ومن بعد درتهم في الثلاجة. بالنسبة للقناش عندي زوج ملاعق من الزبدة وعندي زوج ملاعق من عجينة الطلي هذه بعد التاج، وراح نستخدم بلاكة ونص من الشوكولا هذه تاع ماكسون اللي الميزان تاعها 90 غرام. هذا هو التزيين، زينت بالقناش هذاك كما راكم تشوفوا من فوق. وبالنسبه لهذاك العود هذاك ولا هو سباغيتي، وقصيتها ودرت لها ملون الذهبي السائل هذاك، درت لهم كم ملون ذهبي ودرت ورق الذهب. هذا هو هذه هي الحلوه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. خليكم على خير.